جديد مرحب فيكم مشاهدينا ومرحب بضيفنا لاول مره ولن تكون الاخيره نعدكم الاستاذ غيث عضايلي. اهلا وسهلا فيك المدير التنفيذي لموقع خبرني من المؤسسين ايضا لهذا الموقع الذي نجل ونحترم لمصداقيته ومدير تحرير في جريده الراي. اهلا صباح الخير هناء. صباح الورد. صباح التفاؤل يعني ان شاء الله. ان شاء الله احنا متفائلين. صحيح في عجقة في البلد وصحيح في أخبار كثيرة متداولة وصحيح زي ما حكيتي في بعضها تشبه القنابل بعض الأخبار، لكن دائما إحنا منظلنا متفائلين لأنه بعتقد أنه في فعلا عقول وطنية تريد لهذا الوطن الأجمل والأفضل. نتأمل ونتأمل أن يعني يسمح لهم، والتفاؤل أيضا يعني بوجود إعلاميين يعني مثل حضرتك والكثير أيضا بيوقفوا الدقة والمصداقية. كان خبرين اليوم بدنا نتناولهم موجودين في جميع عناوين الصحف، ولنبدأ من عوني مطيع. عوني مطيع، ما سر هذا الرجل؟ يعني عوني مطيع يشبه رجال موجودين أيضا ما زالوا في الساحة الأردنية، كثيرون يشبهون عوني مطيع، ما زالوا حتى الآن موجودين في على الساحة المحلية، ولكن لم تصل إليهم خلينا نقول الجهات القانونية حتى الآن، أو حتى لم ينكشف أمرهم. نعم. خلينا في موضوع عوني مطيع. عوني مطيع حتى مساء الأمس، يعني حتى ساعة متأخرة من مساء الأمس وصلنا إلى المعلومات التالية. أولا صحيح في اسم ثاني لعوني مطيع، لكن الاسم الذي أرسلته الجهات القانونية الأردنية إلى الإنتربول يتطابق تماما مع اسم عوني عيسى. عوني نعم. عيسى هو الاسم الذي أرسل إلى الإنتربول، وهو نفس الاسم الذي نطالب به قانونيا. نعم. يعني مبدئيا لا خوف ولا قلق من أن مسألة تكرار الاسم أو أنه يوجد له اسمين قد تؤثر على المسار القانوني للقضية. يعني هاي هي جزئية، ولكن الجزئية الأخطر كيف استطاع أن يحصل على هذين الجوازين؟ ويمكن هلأ الإشاعات رح تطلع أنه يمكن كل سنة كان يغير باسبور، يعني ممكن أنك تقرأ معلومة الكبور. أخرى مهمة أيضا بالأمس نشرها موقع خبرني والصحافة الأردنية، أن هناك 66 جهة متورطة في قضية عوني مطيع. لك يعني لما نحكي عن 66 جهة من بينهم 36 شخص والباقي شركات، هذا يكشف عن تشعب وحركة اخطبوطية لرجل الأعمال الهارب. وفعلا يعني ليس فقط هي يعني قضيته ليست فقط كارثية على الاقتصاد الأردني، ولكن الواحد صار يشعر أنها قضية أمن وطني حتى. يعني بالتأكيد هي قضية أمن الوطني. الفساد الاقتصادي له علاقة كبيرة جدا في الأمن الوطني. نعم. بمعنى أنه إحنا كل ما رسخنا القانون وتابعنا حالات الفساد اللي موجودة، كل ما شعر المواطن الأردني بالثقة في بلده وفي مستقبله. ولهذا السبب يمكن تم تكييف حتى هذه القضية والتعامل معها من خلال محكمة أجهزة الدولة، بالرغم أنه لها 5 تخصصات يعني رئيسة، وبالتأكيد لا يعني لا تتعلق يعني بأمور سياسية أو عنصرية أو طائفية أو دينية أو غيره، ولكنها بسبب أنهم شعروا أنها نوع من أنواع الإرهاب. يعني والفساد وإرهاب من نوع آخر. خلينا نعترف أنه تفاصيل القضية مرعبة وتفاصيل القضية متشعبة، وأنا بعتقد أنه حتى الآن لم يتم استكمال التحقيق في هذه القضية. بتقديري أنه يجب على الحكومة والأجهزة القانونية أن تقلب كل حجر. نعم. للبحث والتقصي في موضوع هذه القضية. هذا الأمر إذا حصل فعلا وتابعنا قضية عوني مطيع بكل شفافية وقانونية، نحن سوف نكسب جهاتنا القانونية والقضائية المزيد من الشفافية والثقة. نعم، وهنا بالفعل ممكن أن تتعزز أو تعود الثقة مرة أخرى سواء بالحكومة أو بأي أوساط أخرى. هيئة مكافحة الفساد يعني في تصريح لها أعتقد يوم أمس قالت إنه المعلومات قاب قوسين أو أدنى من إنها يعني تكشف يعني بالتأكيد العامل. بالتأكيد التحقيق مستمر، وبالتأكيد كل يوم بيكتشفوا إشي جديد في هذه القضية، لكن بعتقد لسه بدري كمان. بدنا كم من يوم حتى تتكشف تماما خيوط القضية. نعم. يمكن سؤال أخير فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا يعني أو هذا الملف مع حضرتك، من وجهة نظرك ك
كيف تقرؤون في الإعلام تعامل الحكومة مع ملف عوني مطيع؟ وهذه الحكومة خليني وعدت خليني أحكي بصراحة خليني أحكي بصراحة قصة عوني مطيع فرصة مهمة لأي حكومة ذكية. صح. بمعنى إذا كانت الحكومة ذكية هي فرصة مهمة ومكسب مهم لها أيضا أن تبرهن للشارع بأنها شعبيتها. بالضبط أن تبرهن للشارع أنها تتعامل مع هذه القضايا بلا هوادة، قضايا الفساد. نحن في الأردن نتأمل، نحن نعرف جيدا في الأردن ونحن الإعلاميون أيضا نعرف جيدا أن هناك الكثير من القضايا المسكوت عنها. ما نريده من الحكومة، ما نريده من حكومة الدكتور عمر رزاز أن تمضي أيضا في فتح ملفات أخرى غير ملف عون مطيع، يعني أن يتم الكشف عن الكثير من المستورات. يعني في عندنا قضايا كثير مسكوت عنها، قضية مثلا سرقة المياه الارتوازية، في كثير من المزارع، طبيعة سالم، البترول، الفوسفات، كثير يعني من القضايا التي يجب نبشها حتى تكتسب الحكومة أو حربها مزيد من المصداقية. هون بنرجع دائما نفوت على هذه الحلقة اللي نحن يعني في كثير من الأحيان في الإعلام لا نستطيع أن نجد إجابة لها، ولا حتى من خلال الخبراء أو المسؤولين أو الإعلاميين اللي منقابلهم، اللي هي هل بالفعل حكوماتنا تمتلك ولاية عامة؟ لأنه هذا موضوع، لأنه قد يكون لديهم الكثير من الأدوات، عندنا يعني خبراء قانونيين لا يعني لا يمكن الاستخفاف بهم مثلا أو يعني تقليل وزنهم، ولكن كم من المعلومات بإمكان الأجهزة المختلفة والتي تقوض في كثير من الأحيان الحكومة وغيرها أن يسمح أن يسمحوا لهم بتمريرها؟ هذا سؤال. شوفي أنا عندي قناعة مطلقة أن كل رئيس يريد أن يمتلك الولاية العامة يستطيع أن يمتلكها، يعني إذا أراد ذلك فعلا وإذا امتلك الإرادة. لكن خلينا نعترف إذا بدنا نحكي تاريخيا، يعني دكتور عون الخصاوني لما أصر أن يمتلك هذه الولاية وجزء منها، ما أنت شفت يعني شو صار، وبالنهاية استقال لأنه لم يستطع. بجوز الدكتور عون نفسه، الدكتور عون الخصاوني نفسه أخطأ في تقديره لمفهوم الولاية العامة أو أخطأ في التعاطي مع هذه المسألة. أنا بتقديري خليني أحكي بصراحة ووضوح، جلالة الملك يريد أن يعطي الولاية العامة لأي لرئيس وزراء، لكن في أخطاء ترتكب أثناء تنفيذ هذا الأمر. يعني أنا برجع مثلا لما يعني إذا عندك معلومات أكثر تفصح عنها، لأنه لا هلا مش كثير المسج. حكومة الدكتور عبد الله نصور ألم تمتلك الولاية العامة؟ كانت تمتلك الولاية العامة. لا. وكانت مين قال لا؟ وجهة نظر. لكن إذا أردنا أن نقيم الموقف بكل صراحة ووضوح، الدكتور عبد الله نصور هو الذي كان يتسيد المشهد، وكل الأطراف الأخرى كانت تنسق معه. وهذا رجل امتلك يعني الولاية العامة. أنا أعتقد على الرغم يعني. على الرغم من الانتقادات اللي وجهت للدكتور عبد الله نصور في موضوع رفع الأسعار والغلاء، ولكنه رجل امتلك الولاية العامة. رجل أيضا إذا بقارنه الآن أنا مع بعض من الرموز السياسيين اللي بيشتغلوا الآن على الساحة الوطنية، تمام، بلاقي إنه رجل تقبل النقد. تقبل النقد كثيرا وتقبل نقدا موجعا بخلاف غيره. بس هاي مش منية بحملنا اياها اي شخصيه عامه، الشخصيه العامه لا يجب يعني هذا تتعرض دائما للنقد، وهنالك فرق ما بين نقد الاداء والسلوك وما بين الذم والقدح. تمام. وهنا انا كتبت مقال قبل يومين لماذا يكرهوننا، حكيت فيه عن المسؤولين اللي ما بتقبلوا النقد، وهم كثرة للاسف. طيب. غالبيه مسؤوليننا لا يتقبل بالرغم من احنا يعني لا نستطيع، يعني احنا شخصيات عامة ايضا في الاعلام وبتسمع، يعني ما فيش اجماع على اي شخصية أكيد. عالمية، وبالرغم من ذلك يعني على الاقل اذا ما بدي اتقبل النقد يعني ما بجاوب فردا يعني او ما بفتح المجال، بس يجب ان نتقبل النقد طبيعي، اي شخص تحت الضوء او ما بحرض على تكميم الافواه. مزبوط او تقويض الحريات. ضريبة الدخل واضح. وكيف قرأت انه لن يتم ادراج هذا المشروع في استثنائية النواب منذ اسبوعين على الاقل لاحظنا تباين وتضارب في تصريحات الحكومية بخصوص مشروع ضريبة الدخل. الدكتور رجاء المعشر بخرج في تصريح بيقول قانون الضريبة منجز وهو جاهز لارساله الى مجلس النواب. وزيرة الإعلام جمان غنيمات بتطلع بعديه بأربعة أيام خمسة أيام بتقول مشروع الضريبة يريد مزيد من الحوار.
هذا التباين وهذا التضارب في التصريح يكشف لك عن تباين ايضا في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء والحكومه. هذا من جانب. من الجانب الاخر المهم اللي لازم نطلع عليه انه صندوق النقد له تحفظات حتى الان على مشروع قانون ضريبه الدخل، وانت تعلمين تماما بانه مشروع صندوق النقد يتدخل في كل صغيره وكبيره طبعاً. في موضوع الاقتصاد الاردني. الغد اليوم بجزءها الثاني تقريبا نصف صفحة يعني تقول غياب الضريبة عن الاستثنائية يثير تساؤلات عن مصير قروض النقد الدولي، لأنه في هذا الارتباط الوثيق كما تفضلت. يعني أنا بفضل نربط الموضوع بشكل أكبر بأنه حتى الآن ما زال هناك جدال في داخل الحكومة، ما زال هناك جدال مع صندوق النقد الدولي بخصوص مشروع الاستثنائية. ربما هذا من حسن حظ المواطنين أن يتأخر طبعاً إرسال مشروع قانون الضريبة إلى مجلس النواب، وربما أقول أن هذه الخلافات هي من حسن ظن من حسن يعني من حسن حظ المواطنين. المواطن، واحنا لا نذيع سرا اليوم اذا ما حكينا انه داخل هذه التشكيله نفسها في يعني في تيارات مختلفه، وهنا يتم التصارع او الصراع. يوم امس ضيفي سعاده نقيب الاطباء لم يكن متفائل ابدا في ما تم تسريبه من معلومات حول ضريبه الدخل، لم يقلها صراحه بالرغم من اني حاولت يعني هيك يعني احشره في زاويه كتبت، ولكن بالفعل ان ما تم تأكيد تسريب هذه المعلومات أو هذه المعلومات سيكون بصف الشارع حتى لو قرر هذا الشارع الشعب حتى لو قرر العودة إلى الشارع. كتبت منشور قبل حوالي شهر على الفيسبوك، كتبت فيه الدكتور عمر الرزاز سوف يعود إلى الأردنيين بمشروع قانون الضريبة، ولكن وهو يغلفه بورق الهدايا. نعم يجمله يعني يعني مشروع قانون الضريبة رح يرجع لنا، راجع لنا بجوز يتأخر عن الاستثنائية هاي، بجوز نروح للدورة العادية، لكن مشروع قانون ضريبة الدخل راجع لنا بتقديري سوف يتم تخفيض بعض الإعفاءات، وسوف يتم تجميله بشيء خلينا نسميه الحوارات التي تجري حوله حتى يتم تقبله، لكن قانون الضريبة الحالي لن يبقى كما هو. نعم، ولكن لن يعني سقف التوقعات الموجود عند المواطن أنا شخصياً بالتأكيد سوف يتم. أنا شخصياً أعتقد أن مشروع الضريبة المقبل والذي سوف يقر أيضاً في مجلس النواب لن يختلف كثيراً عن المشروع الذي قدمه الدكتور هاني الملقي. نعم، وهذا للأسف لأنه يعني ما فهمته من حضرتك وأيضا الكثير من الخبراء والمحللين يذهبون إلى تقريبا يعني نفس ما تفضلت به، هذا ليس إلا ترحيل للأزمة وتسويف تمام. وبالنهاية يعني هذه الحلول الترقيعية سائمة منها الشعب. هذا ما نتحدث به باستمرار. المطلوب أن نغير نهج الجباية من جيوب المواطنين. المواطنين ملوا وتعبوا، والأردنيين أيضا يعني بالأردني بطل معهم طبعاً الناس طبعاً بطل معهم يستطيع. الرواتب عمالها تتضاءل، الرواتب عمالها لا تكفي قوت الناس طبعا ويعني مثلا هذا الموسم تحديدا كارثي بالنسبه للاشخاص. احنا يوميا بنحكي في صحافتنا وفي اعلامنا حمايه الطبقه الوسطى على ارض على ارض الواقع الطبقه الوسطى تحرق يوميا، مسحوقه انا من وجهه نظري تحرق يوميا. واطلع علينا احنا الاعلاميين وين يعني طلع احنا بجوز محسوبين على الطبقه الوسطى او في تمام، واطلع على اوضاع الاعلاميين مزبوط يعني لا نعمم لأنه التعميم ظالم صحيح، ولكن أيضا للأسف يتم في كثير من الأحيان اسمح لي فيها ما بعرف راح توافقني أو لا، يتم في كثير من الأحيان شراء الأقلام والحناجر والأصوات، وهؤلاء قد لا يحسبوا على الطبقة الوسطى. أنا بتفق معك تماما، وهذه الحالة موجودة مش بس من اليوم، هذه الحالة موجودة من زمان تاريخية. وتاريخية بجوز تاريخية أيضا عربيا وأردنيا
وهذا شيء طبيعي. ولكن أنا بتقديري إنه القلم النظيف والكلمة الصادقة هي التي تبقى، هي التي تصل طبعاً. لا لا، والناس في قرارة أنفسهم أيضاً. والناس في قرارة أنفسهم بيعرفوا إذا كانت أنا صادقة معهم أو تزور ما تدلو بس به. يخلونا نشتغل. يعني هو هدفه نشتغل الحمد لله. صدقاً هنا اللي بده يشتغل بيقدر يشتغل بالرغم من كل التقييدات. نعم. يعني في كثير من الأحيان في جزئية لها علاقة بفواتير الكهرباء، وحتى أنتم بموقع خبرني أعتقد أنكم أدرجتوا يعني مجموعة من الفواتير، وهذه الفوارق في قيمة الوقود اللي لها علاقة بالفواتير، أعتقد أكثر من 10 دنانير قد يكون. يعني فرق اليوم الوقود. فرق الوقود نعم. اليوم الناس جميعها عم تحكي لك مش معقولة 30 و35% زيادة في فواتير الكهرباء. أنا فاتورة بيتي كانت تجيني 35 دينار. نعم. بعد فرق الوقود أنا وصلت لخمسين دينار. نعم. 50 دينار. فهمتوا يعني بحثتوا أكثر. هلا وزيرة الطاقة أكثر من مرة صرحت وقالت إنه فرق الوقود له علاقة بالمحروقات. حتى الآن الرواية الرسمية لموضوع فرق الوقود غير مقنعة. لا أبداً. فرق الوقود يمكن تصنيفه تحت عنوان واحد، سرقة من جيوب المواطنين فقط. إلى متى يعني؟ حتى لو هلا عم بيكون في عنا شفافية وإفصاح في مجموعة من القضايا، ولكن عم بيتم أيضاً يعني التعامل مع كثير من القضايا اللي بتمس المواطن بشكل يومي بطريقه ملتويه وبضبابيه وكانه في استخفاف للعقول للذكاء الاردني اليوم. وهي الرساله اللي بنوجهها اليوم صباحا للدكتور عمر رزاز. انت لما جيت بعد احداث الرابع، بعد دوار الرابع، دوار الرابع واحدة من الاسباب اللي نزلوا الناس على دوار الرابع الجبايه طبعاً، ومن بينها طبعاً فرق الوقود. صح. انت لما جيت كان مؤمل فيك تمام ان تقدم اقناع أو أن تلغي هذه موضوع فرق الوقود، لا أن يتم السكوت عليه. حتى الآن يتم السكوت عليه والمماطلة بشأنه. يعني الكارثة أنا من وجهة نظري، ما بعرف أنتم كيف رصدتوها في خبرني أو في الإعلام بشكل عام، ولكن كان لنا نقاشات مطولة وموسعة حول الإنفوغرافيك بالنسبة للإنجاز الإنجازات الحكومة يعني 62.5%. وبنرجع بنحكي ويقال دائما أنه والله في شفافية وفي إفصاح، ولكن يعني المواطن العادي لا يلمس ذلك، لا يستشعر ذلك على الأرض. أنت أكيد شفت الإنجازات اللي أعلنت عنها الحكومة على موقع. أنا اللي شفت. إشي مضحك، إشي مثير للسخرية. عن أي إنجازات؟ يعني أنا بعرف أنه أنا بتحدث عن إنجازي لما مثلا أخفض نسبة البطالة، لما أزيد مدخلات، لما أخلي فاتورة الكهرباء زي ما هي، لما أوضح كيف التسعير، لما أخفض تسعيرة المحروقات. نعم. إنجازات مثيرة للضحك وللسخرية. نعم. للأسف. كنت أتمنى أن يتم عرضها على الدكتور عمر الرزاز، لكن أعتقد إنها ما عرضت على الدكتور عمر الرزاز. ولكن هو متابع يعني عم بيكون في الميدان في كثير من الأحيان لأبسط التفاصيل. يعني هل تنطلي أيضا على الكثير من الأشخاص اليوم إنه يعني لم يتم يعني تمريرها لمكتبه؟ اللي بصير رئيس وزراء بصير مشغول في أشياء كثيرة وبجوز ما بتمر عليها هاي الأشياء. وجهة نظرك أنت تعتقد إنه لم تمر عليه؟ لو مر أنا بعتقد الدكتور عمر الرزاز ذكي، لو شافها بوقفها. بس يعني شخصية الدكتور متفق عليها، ولكن نرجع متفق لقضية عليها من مين؟ متفق عليها إنسانيا. متفق عليها يعني كإنسانيته، دماثته، تواضعه، ذكاءه. شوفي شوفي أنا في شغلة هذا مهمة لازم متفق عليها. هاي الإنسانية والعواطف طبعاً إحنا ما بتنفع. لا لا ما بدي إحنا بلاد. الأردنيين بنفع لنا شغلة واحدة، حلوا مشاكلنا. لا بنفعنا صور في وسط البلد ولا في شارع السعادة. إحنا وهذا طبعاً إنسانيا صح كلامك، لكن سياسيا واقتصاديا إحنا حدا يحل مشاكلنا. البلاد لا تدار بالعواطف. شكرا. أنا متفقة معك تماما. يعني ولكن يعني نعود ونرجع ونقول إنه هذا النهج واضح إنه كما كان سابقا، يعني لا هنا ما في حلحلة أو فكفكة إن أحببت لأي شيء يلمس المواطن اليوم. والأخطر من ذلك إنه يعني معظم عرابين مشروع قانون الضريبة اللي حتى ما كانوا بالوزارة الآن موجودين طبعا يعني على طبعاً الرابع طبعا طبعا. إذن كيف يعني كيف سنفهم؟ يعني مره اخرى بدنا نقول اوضاع البلاد لا تدار بحملات العلاقات العامه. نعم. اوضاع البلاد وفكفكت مشاكلها تحل بالقرارات التي تمتلك الاراده الفعليه والحقيقيه لانصاف الاردنيين ووضع حد لسياسه الجبايه وبس. ويستطيع أنا ما أراه الآن حتى الآن أن الحكومة تعمل فقط حملات علاقات عامة، لا تتخذ قرارات حقيقية
تغير تفكير الأردنيين أو وجهة نظرهم نعم. تجاه الوضع العام. نعم، وهي يعني كانت حريصة جدا، أنا أعتقد أيضا أتفق معك تماما، على أنسنة الكثير من الأمور أكيد. اللعب أحيانا على وتيرة المشاعر والعواطف، حتى إن قررت أن تمرر المزيد من القوانين السابقة قد تكون يعني الزوبعة أخف. نعم. ولكن زي ما حكيت الأردني لا يملك شيئا اليوم، لم يتبقى لديه الكثير ليتنازل عنه. بآخر دقيقة هيك خبر رصدته لم نتحدث عنه، احنا ركزنا على موضوعين بيخبرني تحديدا، يعني جزء أكثر إشي بحاول أنه نتفق أو نتحدث عنه، بحاول أتذكر شو في خبر. فيش أخبار لطيفة، أنا بتذكر لما كنا يعني بالثمانينات نحضر نشرة أخبار الثمانينات، نسمع خبر هيك لطيف. كل صبح كل صبح بطلب من الشباب اللي بيشتغلوا معي، بدنا أخبار إيجابية بارقة أمل، بدنا أخبار تخرج عن إطار السياسة والجرائم، صح، دورونا عن أي شيء بتشوفوه إيجابي خلينا طبعاً. نفرح الناس ولسه فيه. محليا يعني الحمد لله وضعنا بألف خير يعني ضمن هذا الإقليم الملتهب، وأنت طبعاً. ترى اليوم يعني الكثير من المعلومات عم بيتم تسريبها لا سمح الله لحرب كبرى أنا. في سوريا واليمن ومجازر. انتبهي أنا على شغلة مهمة، من حق الأردني أن يقارن نفسه صح. بالأوضاع الجميلة مش طبعاً. بالأجواء الملتهبة. أنا متفقة معك تمام؟ تماماً. يعني في ذريعة صارت تستخدم في الفترة صح. الأخيرة إنه إحنا وأمان. في وسط الأمان، في وسط منطقة ملتهبة. تدفع ثمن للأمن والأمان. طيب يا عمي أنا في وسط منطقة ملتهبة، بس حقي كمان أطلع على دولة زي مثلاً تركيا صح. أقارن صح. نفسي في صح. في دول صح. محترمة. وحتى بدول أخرى أفريقية والله ودول عالم ثالث يعني واضح. أنا أمتلك كفاءات بشرية وأمتلك أمن وأمان. وأمتلك دولة جيدة، ليش أقارن نفسي بالضعاف؟ وحتى ثروات للعلم يعني بالزبط. وحتى موارد يعني في مجموعة من الموارد لا بأس بها. أنا مصرة أن نختم بخبر هيك مفرح. إحنا بنهاية الأسبوع يعني إن شاء الله يا رب الجميع يستمتع بنهاية أسبوع هادية لطيفة، بدنا نختم بتفاؤل من عندك، تفضل. يعني بجوز أكثر إشي بخلينا نتفائل انه طلابنا يوم الاسبوع الجاي راجعين على مدارسهم. كأهل انت قصدك هون بيخلصوا من الدوشه. لا كمان هذول اولادنا، هذول املنا. والله هم الامل لك لياتنا، امل الشعب الاردني اطفال ابنائنا اللي بدرسوا في المدارس. نعم. وصحيح كمان الامهات والاباء بيرتاحوا خلص من غير شر عن قلوبهم. احنا ما يعني ممكن ايضا يعني يثير تفاؤلنا ان اعطيتنا وعد يعني هلا تكون معنا مره على الاقل اسبوعيا. انا بتشرف يا هنا. بتشرف فيك انا بتشرف وسعيد جدا كمان. انا اكثر ونحن اكثر. غيث عضايلي اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا. صباح الورد. صباح الورد.